السلام عليكم ورحمة الله. كتير بنسمع كلمة السوفت وير وبنعرفش ايه ورا الكلمة دي، وبنسمع كلمة الهارد وير وبنعرفش ايه ورا الكلمة دي، والبعض بيظن ان السوفت وير هو الهارد وير، لكن ده مفهوم خاطئ. السوفت وير حاجة والهارد وير حاجة. في فيديو النهاردة ان شاء الله تعالى هنعرف ايه هو السوفت وير وايه هو الهارد وير، وازاي نفرق بينه او ايه التفرقة اللي بين السوفت وير والهارد وير. تابع معانا. السوفت وير هو عبارة عن اشياء الكترونية وهمية غير ملموسة. زي أنظمة التشغيل اللي بتسمى Operating System، زي لينكس وويندوز وأندرويد، وزي البرامج والألعاب، دي كلها أشياء غير ملموسة. عشان تصلك الفكرة أكتر، إيه هو السوفت وير بالعربي؟ السوفت وير بالعربي هو معناه برمجي، وأي حاجة بتبنى على البرمجة فهي غير ملموسة. زي إيه؟ زي الويب سايت، زي اسمه إيه ده؟ زي البرامج على الديسك توب، زي أنظمة التشغيل، دي كلها بيتم عملها من خلال البرمجة. فدي يا شباب حاجات غير ملموسة. فأي حاجة غير ملموسة داخل النظام فهي دي السوفت وير. الهارد وير عكس السوفت وير، هو عبارة عن الأشياء الملموسة اللي يمكن للمستخدم إنه يلمسها ويتحكم فيها يدويا. زي إيه؟ زي الفارة ولوحة المفاتيح. العربي الهاردوير بالعربي هو المعدات وهو عتاد الجهاز. زي ايه؟ زي الرام وكارت الشاشه والقرص الصلب والقرص المرن، كل حاجه ملموسه زي السماعات والميكروفون والكلام اللي حاجه تقدر تلمسها، هو ده الهاردوير. يعني مثلا انت بتشوف ناس كتير بتيجي تقول لك انا شغال سوفت وير. سوفت وير يعني مثلا ما يعرفش يصلح حاجه داخل الجهاز، زي مثلا كارت الشاشه فيه عيب، ده يصلحه اللي شغال هاردوير. السوفت وير هو اللي شغال برمجي، مثلا ويب سايت عندك واقف، عندك مثلا غلط في لعبه، في حاجه في جوه الجهاز، ده اللي بيعرفها اللي شغال سوفت وير. وعرفنا ايه هو الهارد وير. الهارد وير الحاجات الملموسه، والسوفت وير حاجه جوه الجهاز تقنيه غير ملموسه. لو عجبك فيديو النهارده ما تنساش تدعمني بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لمتابعه كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.